إن كان السؤال موجها لي فأنا محمد جمال وموجود في محافظة بورسعيد. تفضل محمد. يعني بالتأكيد يعني المشهد في بورسعيد يعني سوف يكون حافلا في الغد بدء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية نظرة أكثر قربا. نعم. للاستعدادات. نعم. وانطلعت. نعم. بورسعيد هي إحدى محافظات قناة السويس، وهي تقع على بوابتها الشمالية، مما يكسبها أهمية خاصة في مثل هذه الاستحقاقات. انتهت منذ الأمس المحافظة من إعداد كل المقار الانتخابية لاستقبال ما يزيد عن 500,000 ناخب لهم حق التصويت هنا في المحافظة. يوزع هؤلاء على أكثر من 60 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء وفي مدينة بور فؤاد، هذا بالإضافة إلى 5 لجان للمغتربين. كما عملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على رفع كفاءة محيط المدارس التي ستشهد ماراثون الرئاسة خلال الأيام الثلاثة المقبلة. هذا وتوفرت كل سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية. تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين ورفع الإشغالات في محيط اللغان. الانتخابات تتم بإشراف قضائي كامل. وقبل قليل أعرب محافظ بورسعيد عادل الغضبان عن ثقته في أن تكون نسبة المشاركة في المحافظة أعلى نسبة تصويت مثلما حدث في استحقاقات انتخابية سابقة، هذا بحسب بيان صدر منذ قليل من المحافظة. دعا المحافظ في هذا البيان مواطني المحافظة للمشاركة بكثافة، مستندا على تاريخها الباسل للمقاومة الشعبية، مذكرا في تلك الأيام ونحن مقبلين بنهاية هذا الشهر على احتفالات عيد النصر بذكرى انتصار رجال مقاومة المقاومة الشعبية ببورسعيد على دول العدوان الثلاثي وما قدمه أبناء المدينة الباسلة من تضحيات وبطولات في مراحل حرجة من عمر مصر، خاصة تلك المراحل التي أعقبت عام 2011 والتي لبى فيها أبناء بورسعيد نداء الوطن بكل وطنية وتضحية وبطولة، والكلام كله بالنص البيان. رصدنا نحن هنا أثناء جولتنا على عدد من المقار الانتخابية مستوى عال من التجهيزات لاستقبال الناخبين، بداية من وضع مظلات لحمايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية، كما رصدنا مستوى عال من النظافة فضلا عن لجان مكيفة وتوفير الخدمات الأمنية في محيط المدارس وفي كل الشوارع. الشاهد هنا أن كل الأجهزة في محافظة بورسعيد تعاونت لكي تخرج الصورة بعد سويعات من الآن في الماراثون الرئاسي بالشكل اللائق بهذا الاستحقاق الانتخابي الدستوري المهم. أشكر جزيل شكر على هذه المتابعة زميل محمد جمال متابعا من بورسعيد.